السلام عليكم. دونك اليوم راه عندنا اكزرسيس بروغراماسيون لينيير، راح ندير بروغراماسيون لينيير. عندنا اكزرسيس نديرو في لا موديليزاسيون و تاني في ميثود جرافيك. هنا فيك نبداو على بركة الله. هذا هو الاكزرسيس. واش يقول لنا؟ قال الابروش دي نيفال او ان باتيسري ديسيد دو كونفيسيوني دي غاتو او شوكولا و الو انسبكتي سي ريسيرش. Il constate qu'il lui reste 18 kg de cacao, 8 kg de noisettes et 14 g de farine. Il a deux spécialités, le gâteau de vraie délice et le gâteau caprice des anges. Un gâteau de vraie délice nécessite 1 kg de cacao, 1 kg de noisettes et 2 kg de farine. Un gâteau caprice d'ange nécessite 3 kg de cacao, 1 kg de noisettes et 1 kg de farine. قالك il fera un profit de 20 dinars en vendant un gâteau de vraie délice et 30 dinars en vendant un gâteau caprice des anges. Combien de gâteaux de vraie délice et le gâteau caprice d'ange doit-il fabriquer pour faire le plus grand bénéfice possible? Modéliser le problème sur la forme d'un programme linéaire. Bon, قالك combien voilà les deux. شحال لازم يدير من لي دو كاتو؟ تسمع دير لي بولك، يعني با موديليزاسيون، ما قاليش يعني واش دير الرقم بالضبط، قالك بولك هنا موديليزي البروبليم سي تو. بصح حنا راح نديرو لو ميثود غرافيك باش نوجدو اكزاكتومون اشحال، ما نقولش شحال خاطر لا ميثود غرافيك هي ميثود تقريبية بولك. مهم نشوفو شحال لازم، شحال راح يدير من هاد الكاتو هاد الكاتو فوالا باش يحقق اقصى ربح ممكن بالمكونات اللي عنده. اوكي دونك واش قالك؟ انا ندير بك ملخص رياضي تقدر تقول ليكسيس هذا. قالك الباتيس نو بو با اوتيليزي بلوس دو 18 غرام دو كاكاو وي 8 كيلوغرام دو روازات اي 14 غرام دو فارين. هكذا ها نرجع ليكزارسيس. قالك il reste هكذا وهكذا وهكذا 18 8 اي 14، تسمى ما يقدرش يدير عدد اكبر من 18 غرام كاكاو خاطر ما عندوش، عنده اصلا 18 كيلوغرام. اوكي 8 كيلوغرام دو نوازات اي 14 كيلوغرام دو فاي. اوكي هذا بالنسبه لاول معطيات. المعطيات الثانيه واش قال لك؟ قال لك الفغي ديليس هذا الكاتو الفغي ديليس يحتاج 1 كيلوغرام من كاكاو 1 كيلوغرام دو نوازات و 2 كيلوغرام دو فاي، والبري تاعو هو 20 دينار. بصح او كابريس دونج ولا كابريس دي زونج قال لك يحتاج 3 كيلوغرام من كاكاو 1 كيلوغرام دو نوازيت و 1 كيلوغرام دو فارين، والبري تاع هو 30 دينار. اوكي تسمع واش ندير لا فونكسيون اوبجيكتيف. حنا لا فونكسيون اوبجيكتيف، حنا لا فونكسيون اوبجيكتيف نديرو انا يعني البائع واش حب، واش الاوبجيكتيف تاعو. الاوبجيكتيف تاعو هو يعمل اقصى ربح ممكن. اوكي اقصى ربح ممكن من واش؟ تسمى من دراهم هذاك اللي حاب يديرهم. تسمى ماكس زايد يساوي 20 اكس 1 زايد 30 اكس 2. اوكي هذا هو الاوبجيكتيف البرانسيبال تاع البائع، يدير اقصى ربح ممكن. على بالك ما تقوليش بليك راح ندير اوبجيكتيف هادوما 18 اي 8 14، واش راح يدير بهادوما؟ اوكي انت الاوبجيكتيف تاعي يدير اقصى ربح ممكن، اقصى ربح ممكن راح يديرهم في البري. اوكي ماشي في هادوما. اوكي واصلا هادوما باينه بك لي كونترانت. اوكي باينه بك لي كونترانت، علاش؟ خاطر هنا كاين 18 هنا الكيلوغرام، هنا الطابلو تاعي الكيلوغرام، زعما باينه دائما الحاجه اللي متكرره بزاف، زعما الوحده تاعها متكرره بزاف، هي راح نديروها في كونترانت. اوكي خاطر ما نقدروش نقارنوا بين هذه وهذه، خاطر كيلوغرام كيلوغرام، بصح ما نقدرش نقارنوا بين هذه وهذه ولا هذه وهذه. تقولي مثلا في الكونتاكت راح نديرو هذا وهذا وهذا واصغر من هذا، كوما خاطر هذا كيلوغرام وهذا دينا ما نقدروش. اوكي دائما الحاجه المتكرره بكثره نديروها في الكونتاكت، ولا حاجه اللي فيها شويه بارك كيما هذا مسبري عندنا جوج ارقام بارك، تسمى راح نديرو فوكس اوبجيكتيف. اوكي تسمى الكونتاكت واش هما؟ تسمى اكس 1 زائد 3 اكس 2 اصغر من 18، اكس 1 زائد اكس 2 اصغر او يساوي 8، و 2 اكس 1 زائد اكس 2 اصغر او يساوي 14. اوكي علاش ها راح نديرو هنا الفغي ديليس يمثل اكس 1 هذا يمثل اكس 2، كاكاو شحال باقي لنا 18، تسمى
تسمى راح ندير راح ندير اكس 1 زائد 3 اكس 2 لازم يكون اصغر من 18، خاطر انا ما نقدرش نستعمل اكثر من 18. اوكي هنا عندنا سيما مشوش تسمى اكس 1 زائد اكس 2 اصغر من 8، خاطر ما نقدرش نستعمل اصغر من 8. تسمى اشحال لازم نستعمل من اللي بغيت دي من بنوازه هذا باش كي بنوازه هذا باش ندير هذا الكاطو هذا الكاطو. اوكي تسمى هادي، وراح نقول لكم حاجه دائما اكتبوا هادي دائما اكتبوا هادي اكس 1 اصغر او يساوي صفر و اكس 2 اصغر او يساوي صفر، خاطر اكس 1 ما يقدرش يكون نيجاتيف. اوكي اكس 1 و اكس 2 ما يقدرش يكون نيجاتيف في الاكزارسيس هذا، و بس في جميع الاكزارسيس تاع بروغراماسيون لازم تكتبوا اكس 1 اصغر اكبر يساوي صفر اكس 2 اكبر يساوي صفر. هادي عندها نقاط اكثر من انك تحلل الاكزارسيس. اوكي هادي اكتب لي هادي بوك في الكلاس نعطيك النقطة كاملة. المهم اكتبوا لي هادي اكتبوا هادي ما تنساوش اكتبوا هادي. المهم هادي هي يعني اساس اي تي من بروغراماسيون لينيا. اوكي تسمى هنا خلاص خلاص الاكزارسيس تاع موديلاسيون. بصح انا قلت لكم راح نحب ندير على ميثود جرافيك. اوكي تسمى اولا ميثود جرافيك واش لازم ندير. راح نجيب لا بروميير كونترانت اكس ازي كذا اكس بي، هذيك الاصغر او يساوي راح نردها يساوي. تقدروا تشوفوا لي فيديو تاع اللي فاتت راح نكسبليكينا ولا شرحنا هاد يعني الميثود كيفاش دير ميثود جرافيك تاعها. سيك توك راح ندير بركيا ديريكت. اوكي المهم ما راح نشرح الموضوع. تسمى واش قلت اكس از كذا اكس 2 هذيك اصغر يساوي راح نردو يساوي حاليا برك. اوكي انا حبيت ندير ميثود جرافيك. تسمى راح حبيت تسمى واش راح ندير راح نرسم مستقيمات مع معلم. اوكي كي نرسم مستقيم واش نحتاج نقطتين. تسمى كيفاش نحتاج نقطتين تعرفوا نحلوا المعادله. اوكي تسمى ها نديرو هكذا على بادر هنا يساوي مع اكس 1 يساوي 18 ناقص 3 اكس 2 راح نعطي قيمه اكس 2 راح نجد اكس 1. مثلا انا عطيت 6 6 اكس 2 تسمى 18 ناقص 3 بلوتو عطيت اكس 2 هنا 4 تسمى 3 في 4 12 18 ناقص 12 عطيني 6. هنا داري سي لا مام شوز. اوكي نعطي قيمه اكس 2 راح نجد اكس 1. اوكي سي لا مام شوز باراكور على الصوت الثاني. ها اكس از اكس دو قد تكون اصغر يساوي راح نردو يساوي 8. نكتب احد بدلاله الاخر باش نشوف جوج نقاط. تقدروا ديروا جوج نقاط 3 نقاط 4 نقاط شحال ما حبيتم من النقاط. ممكن ترسموا المستقيم تاعكم ادق ما يمكن. اوكي هنا عندنا 2 اكس از اكس دو يساوي 14 تسمى اصغر يساوي قد تكون نردو 14 تسمى راح يصير اكس دو يساوي 14 ناقص 2 اكس ا. اوكي هنا درت اكس دو بدل اكس ا. اوكي اكس دو بدل اكس ا. اوكي المهم هنا درت اكس ا اكس ا يساوي هنا درت اكس دو. تسمى لازم تركز على شويه خاطر اذا غلطت في النقاط تسمى الجرافيك راح تفيدك شي. اوكي المهم علاش انا درت اكس دو، خاطر اذا درت اكس ا تسمى راح ندير تقسيم. انا في هادوما نحاول باقصى ما يمكن بك ما يكونش عندنا عملية تاع قسمة، خاطر كاع عندك عملية تاع قسمة سوتو قسمة على عدد فردي مش عدد زوجي. تسمى ممكن تعدي تحوش بفاصلة ومن بعد في الجراف تاني تحف 1.50 وين راه 1.344 وين راه يعني راح تستغرق وقت وممكن الجراف تاعك ما يكونش بالدقة. اوكي تسمى فوالا هنا عطيت النقاط وفوالا وجدت النقاط تاعي بالنسبة للمستقل أو مستقل أو مستقيم الأول اللي يمثل المعادلة هذه، المستقيم الثاني اللي يمثل المعادلة هذه، المستقيم الثالث يمثل المعادلة هذه. أوكي تسمى فوالا الجراف تاعي. المهم نشرح هذا الجراف إيطاب بار إيطاب. أولا نرسم معلم متعامل متجانس تاعي. أوكي أنا رسمتو درت 2 سنتيمتر يمثل وحدة. تسمى 1 2 3 4 1 2 3 4 هنا اكس 1 هنا اكس 2 هنا اكس 1 هنا اكس 2. بو اذا درتو اكس 1 هنا اكس 2 هنا لا يهم دائما نفس النتيجه راح تبقى نفس النتيجه. اوكي اول شيء راح نرسم مستقيم ممثل بالمعادله الاولى تاعي وهي 6 4 3 5. اوكي نروح ل 6 6. اوكي
فوالا الست ساعات. المهم نفس المستقيم أول تاعي والمستقيم المثلي بالأسفل تاعنا الساعة 4 و 3 5 شحال؟ واحد 3 5 3 5 ثم 3 5 3 5 ها فوالا. المهم ما تشوفوش الأحرف هذه دوكا، ممكن أنا نصب المستقيم تاعي. المهم هذا هو المستقيم الأول، مع المستقيم الأول هو ممثل بالأخضر هذا 4 4 8 0 تسمى 4 4 و فوالا 8 0 مستقيم الأخضر تاعي. والمستقيم حرك تاني بالوردي ولا بالمسجل 7 0 5 4 تسمى 7 في اكس 1 0 في اكس 2 و شحال؟ عندنا 5 4 5 4 فوالا 5 4 مستقيم الوردي تاعي. اوكي اوكي المهم رسمنا المستقيم الثالث تاعي، بصح انا نسيت ايطاق واحده، انا نرسم مثلا نعاود من الاول، نرسم المستقيم الاسود تاعي ومثل بالمعادله هذه اوكي ولا بالنقاط هذه. الخطوه الثانيه ما نروحش نرسم المستقيم التالي، لا لا، الخطوه الثانيه انني راح نشطب في الاسباس الاسباس الغير مرغوب فيه. اوكي ما هو الاسباس الغير مرغوب فيه؟ نشوفه. اوكي مثلا انا نعاود صفر صفر عندي هنا، نعاود ديما بصفر صفر اوكي، نعاود صفر صفر نعاود صفر صفر في المعادلة تاعي، اي معادلة، معادلة هذه اوكي لي كونتر هذه اوكي صفر، تسمى صفر زي كذا في صفر يساوي صفر، صفر اسرع يساوي 18، تسمى صفر من بين الحلول التي تحقق المعادلة اوكي، صفر من بين الحقوق التي تحقق المعادلة تسمى الاسباس هاد الاسباس هذا ما نشطبوش ما نشطبوش ما نشطبوش لغايه ما نوصل للحاجز. الحاجز هو ما هو الحاجز؟ الحاجز هو المستقيم تاعي، هذا هو الحاجز. ومع كي خلاص نديباسي الحاجز هذا راح نشطب المنطقه الغير مرغوبه، وفي هذه الحاله هي هذه المنطقه اوكي. مثلا نروح في الاخضر، اذا دارت 0 0 تسمى 0 زائد 0 اصغر من اصغر يساوي 8، 0 محقق للمعادله تسمى ما نشطبش ما نشطبش ما نشطبش كاين الحق. الحاجز تاعي ما واش يديباسي ولا ما فوقه نشطبو من منطقه غير مرغوب فيها. علاش نشطب منطقه غير مرغوب فيها؟ باش نشوف الشكل تاعي في الاخر وناخذ الحروف تاع الشكل تاعي باش نشوف النقاط اللي تقدر تحقق لي المعادله وتحقق لي الماكس زاد هذيك تاع فوق سو اوبجيكتيف اوكي. نفس الشيء بالنسبه للمستقيم بنفسج هذا تسمى سي باسيف حل المعادله نشوف حتى انا تسمى دي باسيف راح نشطب اوكي اوكي خلاص انا درت المستقيم تاعي وشطب الحاله اوكي. ما هي نيكست ايتاب؟ الايتاب الاخرى اوكي راح نشوف منها مثلا هنا راح ندير هي اول نقطه من الشكل تاعي اوكي. نروح 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 هذه النقطة هي ليست من ضمن النقط المشطوبة، تسمى راح ناخذها نسميها بي راح ناخذها تسمى ومن بعد نروح، ما نقدرش نروح لهنا خاطر هذه منطقة مشطوبة على بها شطبنا المنطقة اوكي اوكي. نروح هكذا سي سي ليست من ضمن المنطقة المشطوبة تسمى راح ناخذها ومن بعد نروح اوكي. نروح نروح لدي دي ناخذها تاني خاطر ليس من ضمن المنطقة المشطوبة، مثلا هذه النقطة ما نقدرش ناخذها خاطر من ضمن النقط المشطوبة، اوكي؟ ممكن تحقق هذه المعادلة، ممكن تحقق هذه الماكس زد انها تكون ماكس زد، اوكي؟ تعطي لك اقصر ممكن، بصح ما تقدرش تاخذها خاطر لا تحقق لي كونتر انت هذه، على باش تبنى، اوكي؟ باش في الحسابات ما نديروش الحسابات بزاف، نديرو ادنى حد ممكن من الحسابات، اوكي؟ ومن بعدين نروحو ها عندنا عندنا هذه. تقاطع هذه ولا الحرف هذه تسمى اي تقاطع، اي تقاطع بين المستقيمات في مبيناتهم ولا بين المستقيمات المعلم تاعي راح ناخذ النقطه هذه شريطه ان لا تكون من ضمن المنطقه مشطوبه اوكي اوكي. انا خذيت النقاط هذه مثلا ا 0 0 بالاحداث تاعو يسري الاحداث تاعو ديال الاحداث تاعو الاحداث تاعو اوكي. تسمى واش لي طاب الاخرى لي طاب الاخرى ها ا آه، صفر صفر تسمى 20 في صفر في 30 في صفر نروح للماكس زاد تاعي الماكس زاد تاعي اوكي يعطي لي صفر اوكي. دي 7 صفر نديرو تاني كهاديك من جديد 140 سي 6 ثانية نديرو هاديك نشوف نحصلو 180
دي 3 في 5 20 في 3 30 في 5 تعطي 210. او صفر تساوي اخر نقطة عندي 10 في 6 في 6 تساوي 180. ما هي القيمة الكبرى هنا؟ هي 210 تسمى واش؟ تسمى اكس ان اكس بي تساوي 3 5. تسمى لكي احقق اقصى ربح تاعي لازم ندير 3 من الكاتو هذيك تاع الفيريكيليس اي 5 من الكاتو هذاك تاع كابيس دي زونج. اوكي بون فوالا 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 ليكزارسيس فوالا ليكزارسيس. نتمنى بك يا استفدتوا حتى ليك في السوق اخرى في البروغراماسيون لينيار برك كيفاش نخدم الموديليزاسيون. تسمى اذا خدمنا الموديليزاسيون الاهم انك تجيب هذا تقدر تلخص التمارين بطريقتك هكذا. اوكي اذا بدات تلخص بطريقه هكذا ومن بعد يعني الاجابه هي بيان سور هي هذه. تسمى راح تقدر تجيب لي فونكسيون اوبجيكتيف تاعك ولي كونتراكت تاعك نورمال. اوكي قلت لكم دائما فونكسيون اوبجيكتيف نجيبو الحوايج الغير متكرره بزاف والحاجه اللي ما نقدروش نقارنوها مع حاجه اخرى ولي كونتراكت بين جوج حاجه نقدروها مع حاجه اخرى والتي تكون لها اكبر عدد ممكن من المعطيات في التمرين هذا. اوكي وما تنساوش اكس اكس ان اكبر من صفر اكس دو اكبر من او يساوي صفر. وش نقول لكم في النهايه؟ سلام.